كل صلاة ذات 4 ركعات يعني مثل الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلوات تصلى في الحضر 4 ركعات. نعم. وإذا سافر الإنسان يقصر الرباعية إلى 2 ركعات، يقصر العصر والظهر والعشاء. لكن الفجر والمغرب تبقى كما هي في الحضر وفي السفر. وله في السفر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر. ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء. هذا للمسافر.